أينما كنتم مساء الخير وأهلا بكم إلى أخبار إم بي سي، أبرز عناوين هذه الليلة. أكثر من 70 قتيلا اليوم في سوريا، ومؤتمر أصدقاء سوريا في باريس يؤكد على ضرورة رحيل الأسد وتكثيف المساعدة للمحاربة. ليبيا تجري غدا أول انتخابات تشريعية منذ نصف قرن، وقتيل في إطلاق نار على مريحية تنقل لوازم انتخابية شرق البلاد. وفحص جديد من شأنه كشف الأورام الحميدة والخبيثة التي تصيب القولون. وفي نشرتنا ستتابعون أيضا هذا المساء: قرار لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية يلزم إدخال بطاقة الهوية عند إعادة شحن البطاقات الهاتفية بين مؤيد ومعارض. الليلة سنناقش الموضوع. فندق للطلاق، الأزواج يدخلون لعطلة نهاية الأسبوع ويخرجون بأوراق الطلاق. دعا البيان الختامي لمؤتمر أصدقاء الشعب السوري في باريس، دعا مجلس الأمن الدولي إلى أن يصدر بشكل عاجل قرارا ملزما تحت الفصل السابع على أن تدرج فيه خطة المبعوث العربي والغربي إلى دمشق في عنان، وأيضا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع جنيف الأسبوع الماضي حول آلية انتقال السلطة في سوريا. من جانبه أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتعزيز الدور السياسي لبعثة المراقبين الدوليين المنتشرين في سوريا في موازاة تقليص التواجد العسكري. أنا أتأسف أن السيد كوفي عنان موجود في جنيف اليوم. من باريس دعا أصدقاء الشعب السوري مجلس الأمن الدولي إلى إدراج عملية الانتقال السياسي في سوريا في قرار تحت الفصل السابع يكون حسب وزيرة الخارجية الأمريكية مدعوما بعقوبات. To reach out to Russia and China. أطالب كل من روسيا والصين الالتزام بما جاء في مؤتمر جنيف، فنحن لدينا مسبقا الموافقة من البلدين على المرحلة الانتقالية في سوريا، وإلا سيدفعون ثمن وقوفهم مع نظام الأسد. المؤتمر الذي غابت عنه روسيا والصين شهد دعوة المغرب لاستضافة اللقاء القادم لأصدقاء سوريا، ودعوة باريس إلى اتخاذ خمسة التزامات. هي خمسة التزامات: الأول رفض إفلات النظام من العقوبات على الجرائم، والثاني التطبيق الفعلي والفعال للعقوبات الاقتصادية والمالية، أما الثالث فيقضي بدعم المعارضة من خلال تزويدها بوسائل الاتصال، والرابع تقديم المساعدة الإنسانية، وأخيرا تقديم دعم دولي لإعادة إعمار البلاد مع بدء المرحلة الانتقالية. من جانبها طالبت المعارضة السورية على لسان رئيس مجلسها الوطني عبد الباسط سيدة بمنطقة حظر جوي وممرات إنسانية، مشيرة إلى أن نظام الرئيس بشار الأسد بدأ يفقد السيطرة على الأرض. حان الوقت لاتخاذ تدابير رادعة تحت الفصل السابع، ولتكن كل التدابير موجودة على الطاولة، ومن ضمنها الممرات الآمنة ومناطق الحظر الجوي. ومع تزايد وتيرة العنف في سوريا، يؤشر مؤتمر باريس إلى تزايد الضغط الدولي قوة مع مشاركة أكثر من 100 دولة في دعم المعارضة السورية. فوزي زواي، أم بي سي. حمص حي الخالدية 6/7/2012. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي لورا فابيوس أن انشقاق العميد في الحرس الجمهوري السوري مناف مصطفى طلاس الذي كان صديقا مقربا من الرئيس السوري بشار الأسد يدل على أن حكم الأسد غير قابل للاستمرار. في هذا الوقت خرج الآلاف في تظاهرات بعدد من المحافظات السورية تحت شعار حرب التحرير الشعبية، واجهت قوات الأمن عددا منها بإطلاق النار، ما تسبب في أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا أغلبهم في ضواحي العاصمة دمشق بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتحدث المرصد أيضا عن تواصل المواجهات بين القوات السورية النظامية والمنشقين في العديد من المحافظات السورية، وكذلك القصف العنيف لمعاقل المعارضة في كل من مدن درعا وحمص.
عشية أول انتخابات حرة منذ أكثر من نصف قرن في ليبيا، قتل ليبي بعد تعرض مروحية تنقل صناديق اقتراع لإطلاق نار من سلاح خفيف جنوب بنغازي. هذا إضافة إلى اضطرابات أغلقت 3 موانئ نفطية في الشرق الليبي على خلفية المطالبة بتوزيع عادل لعدد المقاعد المخصصة للقوى الوطنية. ويتوجه أكثر من 3 ملايين ناخب ليبي غدا السبت لاختيار 200 عضو يمثلونهم في البرلمان. وينتقد المحتجون تخصيص السلطات بناء على معطيات ديمغرافية 100 مقعد للغرب و60 مقعد للشرق و40 مقعدا للجنوب. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد صديق اللب المحلل السياسي الليبي. مساء الخير إذن، وأهلا بك معنا هنا في استوديو أخبار NBC. بعد هذا الخبر، مقتل هذا الليبي إذن في الطائرة، هل ممكن أن نقول بأن المخاوف صدقت؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أختي وعلى NBC لاستضافتي الليلة. قبل ما نرد على سؤالك، احنا سواء كنا في ليبيا او خارج ليبيا منذ 43 سنة كنا نتمنى في حلم، فالان اتانا الحلم وحولناه الحمد لله الى حقيقة. من الغريب جدا ان نقول ان هناك مثل هذه الاخبار تحدث. انا لا اعلم ما قلت الان في محل في بنغازي، ولكن انا على يقين بان الشعب الان في كل هذه ليله عرس وفرحانين بالانتخابات، وهذه فرصه 43 سنه ما صارت في ليبيا. حتى ولو ان في مشاغبات او شغب قد يكون شيء شخصي، ولكن ما اعتقد ان اللجنه الان هذه الطائره كانت تقل طبعا متعلق بالانتخابات، فهل هذا برأيك يعرقل العملية الانتخابية على الأقل لو تحدثنا عن الشرق الليبي؟ الشرق الليبي في أمان كامل، وأنا كنت في ليبيا من يومين كيف جاي من ليبيا. اللجنة الأمنية العليا سواء كانت في طرابلس، بنغازي، في الزاوية، في الجنوب تشتغل من أكثر من شهرين لتأمين هذا اليوم أو بكرة إن شاء الله. وكذلك وكالة المخابرات الليبية في الخارج اشتغلت بقوة عساس على لتمكين تأمين الانتخابات أن هي إن شاء الله تنجح وتمشي في المتوقع فيه. فما بالك ان احنا الحمد لله الان هذه تجربة جديدة علينا كليبيين، ولكن الحمد لله انتقلنا من عدة مراحل، وهذه هي مراحل النجاح. قد يكون في ناس لا تتمنى لنا هذا الفرح او هذا العرس الكبير اللي نعيشه الان، وان شاء الله بكرة تكون نتائجة او في خلال يومين القادمين، ولكن نحن في النجاح 100% ان شاء الله. نعم، أصوات الناخبين تتوقع ان تتجه الى نلسا، هل للإسلاميين حظوظ اكبر في هذه الانتخابات؟ والله بالنسبة لليبيا الحمد لله الآن كل الأحزاب مقننة ومشرعة، والليبيين مارسوا الفكرة والحمد لله استوعبها بسرعة عملية الانتخابات. الآن كل ما يشعر به الليبي الحر الآن أن هو ينتخب بطريقة سليمة، أن هو يختار من يشاء بطريقته الخاصة بسرية الديمقراطية الكاملة، بحيث أنه ينتخب من يريد حتى وان المرشح لا يعلم بمن يصوت له. نتمنى ان تكون انتخابات نزيهه بكل الاحوال. نشكرك جزيل الشكر اذا السيد صديق اللب المحلل السياسي. لا يفوتنا ان نهني الشعب الليبي كلا بهذه المناسبه الليله ان شاء الله، ونتائجها حتكون احسن ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. اما انتم مشاهدينا فارجو ان تبقوا معنا، فلدينا المزيد. فحص جديد من شأنه كشف الأورام الحميدة والخبيثة التي تصيب القولون. عروس البحر، هل هي حقيقة أم أسطورة؟ كونوا معنا بعد الفاصل لتعرفوا الجواب.